تعرض منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في ولاية كاليفورنيا لهجوم، وأوضحت الشرطة أن الهجوم كان متعمداً. هذا فيما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم بالعمل الدنيء الذي يحمل الكثير من العنف والكراهية. ويأتي هذا الاعتداء على منزل بيلوسي قبل 10 أيام فقط من انطلاق انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ الأمريكي، ليعيد مرة أخرى إلى الواجهة ملف العنف السياسي. فمن يتحمل مسؤولية هذا الاستقطاب الحاد في المجتمع الأمريكي؟ هنا في مقاطعة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، كان منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مسرحا للهجوم. الاعتداء بحسب المتحدث باسم بيلوسي كان دوافعه سياسية، لكن المهاجم لم يجد سوى زوجها الذي اعتدى عليه بمطرقة، ونجم عن ذلك خضوعه لجراحة ناجحة لعلاج كسر في الجمجمة وإصابات خطرة في ذراعه اليمنى ويديه. الشرطة أنقذت الموقف بعد لحظات من وقع الهجوم وألقت القبض على المنفذ، وقالت إنها ستوجه إليه تهمة محاولة القتل والاعتداء بسلاح مميت والسطو وجرائم أخرى. استنادا إلى تحقيقاتنا في هذه المرحلة، فإن الهجوم لم يكن عملا عشوائيا بل كان متعمدا، وأود أن أقول إن شرطة الكابيتول الأمريكية هي المسؤولة عن حماية رئيسة مجلس النواب بيلوسي وعائلتها. ستساعد إدارة شرطة سان فرانسيسكو بأي طريقة ممكنة، ونحن نعمل بشكل تعاوني. الرئيس الأمريكي جو بايدن أدان خلال جولة انتخابية الهجوم بشدة، لافتا إلى أنه لما كان للعنف السياسي في الولايات المتحدة، كما أدانت الطبقة السياسية بكاملها من جمهوريين وديمقراطيين الهجوم. كفى كفى، يحتاج كل شخص يتمتع بضمير صالح إلى الوقوف بشكل واضح لا لبس فيه ضد العنف في سياساتنا. هذا التطور الأمني يأتي في وقت تشهد الولايات المتحدة حملات انتخابية حامية الوطيس بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ وانتخابات مجلس النواب، وسط انقسام حاد حول العديد من القضايا التي تهم المواطن الأمريكي. وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن مستشار السابق لهيلاري كلينتون ريتشارد غوتشتين، ومن مدينة أوستن الخبير الاستراتيجي الجمهوري جيف تشارلز. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك بداية أستاذ ريتشارد. لعل ربما الهجوم اللي طال منزل نانسي بيلوسي في كاليفورنيا ليس الأول ليطال سواء أعضاء من الديمقراطيين أو من الجمهوريين في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، لكنه الأخطر، هذا لا شك فيه. بالتالي كيف وصلت الولايات المتحدة إلى هذا، وهل هذا يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في استهداف السياسيين وفي العنف السياسي؟ هو مخيف جدا. صحيح أنه كانت هناك هجمات على ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، لكن الفرق هذه المرة هو أن هذا الشخص الذي هاجم زوج السيدة بيلوسي بمطرقة، نعرف من خلال سجله الافتراضي على الإنترنت أنه ضد السامية، وكذلك يتبنى عقلية المؤامرة
الكاميرا، والكثير من الملاحظات تقودنا إلى الحديث عن السيد غرين الذي كان قد حاول استهداف نانسي بيلوسي بالرصاص. وهناك من يقول إلى الآن إن أولئك الذين هاجموا مكتب نانسي بيلوسي في 6 يناير مواطنين وموالين للوطن من قبل المتعصبين الجمهوريين، وبالتالي هذه نتيجة لتلك التوصيفات. وكذلك ننتظر أن يقول ترامب ومكارتي إن هذا خطأ، لكنهم لم يفعلوا. الآن هؤلاء هم جزء من القاعدة الشعبية الجمهورية. كانت هناك هجمات ضد الساسة الجمهوريين، لكن ليس بسبب تحريض ديمقراطي. طيب تعليقك في هذه المسألة أستاذ جيف، وهل يتحمل اليمين المتطرف المسؤولية وراء حالة الاستقطاب، وراء ربما حالة الحرب الأهلية الباردة إن صح التعبير، وكما يصفها العديد في الولايات المتحدة حاليا؟ هذا جزء من الروايات الديمقراطية. هذا الشخص لا يمثل قاعدة شعبية للجمهوريين، ولكن الديمقراطيين يصورون أن كل الجمهوريين هم من اليمين الأقصى. ونعم، كان هناك هجمات ضد أعضاء جمهوريين قبل سنوات، وكان هناك سلسلة من الاستهدافات بعد مقتل جورج فلويد، وكذلك كان هناك تلك الاستهدافات التي وقعت في 6 يناير. لكن هؤلاء الأشخاص لا يمكن القول إنهم يمثلون القاعدة الشعبية للجمهوريين، وهذا عبثي. ولكن أستاذ جيف، يعني لدينا تصريحات من بايدن نفسه يتحدث أنه هناك الكثير والكثير من الكراهية، حتى في الخطاب السياسي لعدد من الجمهوريين في الحملات الانتخابية للانتخابات المرتقبة بعد أقل من 10 أيام، عندما يقول بايدن الإشارة للانتخابات المسروقة ولاحتمالية التزوير، وأن الانتخابات السابقة كانت مزورة، بأن كوفيد كان خدعة، وكل مجموعة من الأكاذيب، وكل هذا لا يمكن إلا أن يؤثر على عدد من الأشخاص التابعين غير الأسوياء غير المتزنين للتحرك واستهداف الخصوم السياسيين، وبالتالي ألا يمكن تحميل مسؤولية للخطاب السياسي للمرشحين أيضا في تغذية هذه الأجواء؟ نعم، أعتقد أن الدعايات السياسية تتحمل المسؤولية نوعا ما، لكن ما يقوله بايدن هو جزء من الحملة الانتخابية، ويسمون التابعين لترامب بالمتطرفين. ونتذكر أنه عندما يحدث هجوم يتهم الحزب الجمهوري بأنه متطرف أو من أقصى اليمين، لكن علينا أن نكون صراحاء ونقول إن هذا لا يجب أن يسيس وينظر إليه من منظور سياسي. أنا دعيني أكون موضوعيا، يجب أن نوقف هذه الأفعال، ولكن دون أن نحمل المسؤولية لحزب دون آخر. أستاذ ريتشارد، برأيك هناك التسييس حتى لهذا الموضوع الخطير حقيقة، واللي يهم السلم الأهلي في البلاد من جانب الديمقراطيين؟ هذا الخطاب نفسه في التسييس وفي المشاركة في حملات انتخابية واتهام الطرف الآخر لا يغذي الاستقطاب الحاصل؟ بول بيلوسي استهدف لأنه متزوج من رئيسة مجلس النواب التي هي تأتي بعد نائبة الرئيس في السلطة، ولا أرى أن هناك تسييسا عندما يتم التعليق باستهجان واستنكار حين يقوم مهاجم بالاعتداء على زوجها، وخصوصا أنه نجد أن ترامب كان دائما يقول أين هي نانسي وينعتها بأوصاف سيئة، وبالتالي هناك تحريض لفظي ضد نانسي بيلوسي. وعندما يستهدف شخص بالقتل أو أقاربه هذا ليس تسييس، ولذلك
ذلك يجب أن نجد طرقا لوقف هذه الأفعال في المستقبل. ودونالد ترامب لم يعلق إلى الآن ولم ينتقد ما حدث، وهو ما يزال يقول إن 70% من الجمهوريين هم داعمون له وأن الانتخابات كانت مزورة لمصلحة بايدن، وهذا غير صحيح. والواقع هو أنه كان هناك أشخاص هاجموا شرطة الكابيتول في 6 يناير، وإلى الآن ما يزال جمهوريون يقولون إن هؤلاء وطنيون، وبالتالي ترامب لا يتحدث عن هؤلاء باستنكار لأفعالهم وإنما بأنهم ولين للحزب الجمهوري. هناك أشياء حقيقية تقع وليست أوهام. ترامب يروج هذه الأكاذيب، وهو الذي دعا إلى تكرار هذه الأفعال. أستاذ جيف، يعني كيف نفسر صمت ترامب إلى غاية الآن؟ لأنه يعني من مختلف الأطياف السياسية كان هناك إدانة لهذا الهجوم، لأنه حتى بعض الأرقام تشير إلى زيادة العنف السياسي واستهداف السياسيين منذ 2017، يعني منذ تولي 2016 تولى ترامب الحكم في الولايات المتحدة، وبالتالي من 2017 إلى 21 الهجمات انتقلت من 3900 إلى 9625 هجوما على ساسة في الكونغرس في عام واحد. لا أعتقد أنه من المنطقي أن نحمل المسؤولية لترامب حول العنف السياسي. نعم، يجب أن ندين هذه الأفعال، وأنا بطبيعة الحال انتقدت ما حدث في 6 يناير لأن كل شيء كان مسجلا بالكاميرا والأمور خرجت عن السيطرة. ولا أقول إن ترامب بريء، لكن أن نقول إن الجمهوريين لم يدينوا هذه الهجمات على زوج بيلوسي، بل فعلوا، هم دانوا هذا الهجوم. وبالتالي عندما أقول إن هناك تسييسا من جانب الديمقراطيين، أنا أعني إنه لا يجب التعميم والقول إن المهاجمين يمثلون القاعدة الشعبية العظمى للحزب الجمهوري. ونعرف أن هناك العديد من المواضيع التجاذبية مثل الإجهاض وقضايا أخرى. وبالمناسبة علينا أن ننظر إلى الانتخابات التي حدثت وشكك فيها. هناك من يعتقد أن روسيا هي التي تدخلت وجعلت الانتخابات تنصب في مصلحة ترامب من قبل الديمقراطيين. أستاذ ريتشارد، يعني ألا يعني هذا أيضا نوع من الإخفاق بالنسبة للإدارة الأمريكية، الإدارة الديمقراطية، وبالنسبة للديمقراطيين في توحيد البلد من خلال الخطابات ومن خلال الخطابات المتبادلة كرد وكرد فعل، من خلال حتى مساعي ربما إحساس بالغبن، ما يغذي بهذا الشعور بالمؤامرة، بالتهميش، بالإقصاء، حتى على مستوى حرية التعبير، على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، ربما تويتر وعودة إيلون ماسك، هذا أثار هذا الموضوع مرة أخرى على أساس أنه هذه الأصوات يعني يفضل أن تعبر وتنفس عن نفسها، لأنها في حال إسكاتها هي لا تذهب، هي لا تختفي، بل يمكن أن تذهب إلى مزيد من التحرك والتطرف حتى. بايدن كان قد وعد بأنه سيوحد البلد، وذلك بمساعدة الكونغرس، وهو فعل ذلك، فهو مرر اتفاق البنية التحتية، وهو اتفاق غير مسبوق، وبالتالي هو وحد الجمهوريين والديمقراطيين وراء بعض القوانين، والجمهوريين دعموا ذلك الاتفاق، وهو كذلك مرر قوانين أخرى أقنع الجمهوريين بدعمها. أيضا هو دعم مسألة تصنيع أشباه الموصلات، وهذا حظي بدعم الجمهوريين، وبالتالي هو نجح في توحيد الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس على جبهات عدة وحول اتفاقات عديدة. لكن صحيح أنه على صعيد الدولة والبلد
كانت هناك أشياء تواصلت، وهذا يعود إلى ما قاله دونالد ترامب. هو واصل مخاطبة أنصاره بأشياء غير حقيقية وغير دقيقة، وخصوصا تكراره بأن بايدن ليس هو الذي نجح في الانتخابات وأنه زور ضده، وبالتالي هذه مسؤولية ترامب وليس بايدن، ولذلك لا يمكن أن نلوم بايدن على فشله في توحيد البلد. التضييق عليه والملاحقات القانونية والإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ألا تعطيه نوع من المظلومية لدى عدد كبير من تابعيه، من المؤمنين بنظرية المؤامرة، من توظيفها حتى من حركة كيو آنون على سبيل المثال، وكأن الجانب الآخر وربما حتى جنوحه لليسار المتطرف أو لأقصى اليسار يعطي الدوافع للتيار الآخر لينمو عليها؟ لا نعرف ما إذا كان هذا قد ارتد سلبا على الديمقراطيين، لكن في روسيا يتحدثون عن غزو أوكرانيا للقضاء على النازيين، وهم يتحدثون عن أن الذين قتلوهم في بوتشا هم لنازيين. وقياسا على هذا ترامب ما يزال يروج روايات كهذه. لا أعتقد أن شيطنته الديمقراطيين ولعب دور المظلومية سيفيده، لأنه يقول لأنصاره أكاذيب وأشياء يصعب تصديقها. الناس يرون ما يفعله بوتين وهو يواصل الكذب، لكن هذا لا يجعل الناس يصدقون أكاذيبه، ولذلك لا أعتقد أن الديمقراطيين يلامون في هذا، وخصوصا أن ترامب يواصل هذه الأكاذيب وهذه السلسلة من الأشياء الزائفة، في حين أننا شاهدنا ما حدث، والشيء ينطبق على مهاجمة منزل بيلوسي. أستاذ جيف، إذا كان الديمقراطيون حسب أستاذ ريتشارد لا يلامون، وربما هم الضحية الأكبر على أساس أنه اليمين المتطرف هو أكثر جنوحا للعنف، لممارسة العنف وأحيانا القتل السياسي. 75% من الجرائم القتل السياسي في العقد الأخير بالولايات المتحدة كانت لليمين المتطرف، مقارنة ب 4% فقط منسوبة لمتطرفين يساريين. كيف وصل الحال؟ من المسؤول عن هذا الوضع إذا كنت تصر على أنه الجمهوريين غير مسؤولين، هم أيضا ضحايا، وهل الحزب الجمهوري بات مختطفا؟ هنا تكمن المشكلة. هناك من يحملون المسؤولية، لكن عندما يقال إن الجمهوريين ميالون إلى العنف السياسي فهذا شيء سخيف. وبالنسبة لأنتيفا وما يقال عن عدد من الفيديوهات وأن هناك هجمات اقترفت من قبل اليمين المتطرف، هذا لا يعني أن الحزب الجمهوري هو المسؤول. هناك العديد من أعمال التخريب أيضا التي حدثت من قبل الديمقراطيين، وبالتالي أن يقال إن الحزب الجمهوري يتحمل المسؤولية هو أمر عبثي. الكثير من الديمقراطيين قاموا بعمليات تخريب وكذلك بشغب، وعندما حدث هجوم على الكابيتول تم التوصيف بشكل مختلف، وبالتالي هناك نوع من ازدواجية المعايير. أقول إنه يجب أن نوقف هذه الأعمال العنيفة. طيب، ولأن إيقاف هذه الأعمال العنيفة، وربما هنا سأحيل هذه النقطة إليك أستاذ ريتشارد، كيف؟ من أين يجب الانطلاق والوضع بات بهذا الشكل بهذا المستوى من الاستقطاب الحاد على مستوى المجتمع وليس على مستوى الحزبين أو على مستوى السياسة؟ نعرف من خلال مكتب التحقيقات والوكالات الاستخبارية بأن التهديد الأكبر هو من هؤلاء الناشطين العنيفين، هذا النوع من الأشخاص الذين يحاولون قتل الساسة، وخصوصا ما رأيناه يترجم واقعا عبر استهداف منزل بيلوسي. هناك من يقول إنهم ليسوا من الحزب الجمهوري، وبالنسبة لأنتيفا هم ليسوا جزءا من القاعدة الديمقراطية،
الديمقراطية، لكن عندما يقول ترامب إنه يدعم عددا من الأصوات ويقول لهم استعدوا، قال هذا قبل استهدافهم للكابيتول في 6 يناير. عندما يقول شخص في السلطة أشياء كهذه لقاعدته الشعبية فلا يمكن إلا أن يحمل المسؤولية. كان عليه أن يقول ليس هذا ما نريده، يجب أن توقفوا هذه الأفعال وهذه الهجمات. والكل كان يستمع إلى ترامب في ذلك الوقت، ولكنه لم يتحدث وظل يراقب ما يحدث. ولذلك عدم إدانة ما يحدث يؤجج هذه الأعمال العنيفة ويجعل النار تسري كالهشيم وتتكرر هذه الأعمال. الآن يحاولون قتل نانسي بيلوسي ولا نعرف ما الذي سيفعلون، من الذي سيستهدفون. أعتقد أنه إذا أردنا أن نوقف هذا هو أن نجعل القادة السياسيين يقولون لقواعدهم الشعبية أوقفوا هذا، ليس هكذا تدار السياسة. نعم، إذن شكرا جزيلا لكم الضيفي الكريمين من واشنطن مستشار سابق لهيلاري كلينتون ريتشارد غوتستين، ومن مدينة أوستن الخبير الاستراتيجي الجمهوري جيف تشايلز. شكرا جزيلا.